المثنى الزميل محمود قاسم، كيف لك بعد التحية محمود أن تصف حركة الأسواق، القدرة الشرائية بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية؟ كيف تبدو حالة الأسواق؟ نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. حقيقة حركة الأسواق هنا في المثنى بدأت تتراجع شيئا فشيئا منذ ارتفاع أسعار السلع الغذائية، واليوم ارتفاع كبير لسعر مادة الطحين حقيقة، ولدى مشاكل كبيرة لدى المواطن هنا في المحافظة التي تعد من أكثر المحافظات فقرا في البلاد. هذا الأمر أثر وبشكل كبير على أصحاب الأفران الذين حقيقة في هكذا أوقات كان من المعتاد أن تشهد زحمة في المتبضعين، لكن الآن كما تشاهدون أنه هنالك فراغ كبير وهنالك يعني عدم إقبال المواطنين على شراء يعني الخبز أو الصمون. هذا أمر أثر على المواطن هنا في المثنى. نحن نتحدث عن المواطن العراقي بشكل عام، كونه كان لربما أكثر ما يخشاه المواطن العراقي هو أن يرتفع سعر رغيف الخبز إلى الضعف، أن ترتفع يعني المستلزمات الغذائية الضرورية إلى هذه الأسعار التي تبدو حقيقة وكأنها اليوم موجهة ضربة قاضية إلى حياة المواطن العراقي. كل ما يعانيه المواطن بشكل عام في العراق يعانيه ابن المثنى وابن يعني السماوة بالضعف، كونها هذه المحافظة التي شهدت يعني ارتفاعا كبيرا بنسب الفقر، هي لديها أرقام متصاعدة من العشوائيات وإلى ما ذلك من الأمور حقيقة. فبالتالي اليوم المواطن يطالب مرارا وتكرارا على أنه هنالك يجب أن تتدخل الحكومة الاتحادية، يجب أن تتدخل الحكومة المحلية لوضع معالجات مناسبة. اليوم المواطن مرارا وتكرارا ناشد هذه الحكومات على أن لا يكون عرضة يعني لجشع التجار، أن لا يكون عرضة لعملية العرض والطلب. اليوم حياة المواطن باتت مهددة بعملية تجارية كما يتصورها البعض، بأنه عملية العرض والطلب باتت ذو مساس كبير بحياة المواطن، وهذا أمر خطير ربما يهدد الأمن القومي العراقي.